أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي إليه مفزع الخلائق، وإليه ملجأ البشر، يسأله الناس حوائجهم، ويدعونه في نوازلهم كيما يقضي لهم الحاجات، ويعطيهم ما يريدونه من السؤال. وإن الله تبارك وتعالى جعل لإجابة هذه الدعوات أسبابا، فيتقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى، ويقدم بين يدي دعوته سببا من هذه الأسباب الشرعية، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ففي هاتين الآيتين شرع الله عز وجل للعباد أن يتوسطوا إليه وأن يتقربوا إليه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، حتى يقبل الله سبحانه وتعالى عباداتهم، وحتى يجيب الله عز وجل دعواتهم. ولذلك قال العلماء: والوسيلة في اللغة هي القربة، وهي في الشرع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، وهذا عليه إجماع السلف، كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره. والتوسل إلى الله من أجل أن يجيب الله دعوة الداعي له أسباب مشروعة، وله طرق شرعية، وله طرق بدعية، وله طرق شركية. أما الأسباب والطرق الشرعية فهي ثلاثة أسباب: السبب الأول التوسل إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك
من أمثلة التوسل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما جاء في دعاء الأنبياء كدعاء نبي الله يونس. قال الله سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت توسل إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه بتوحيده وبإفراده بالعبادة وأنه وحده لا شريك له المستحق للعبادة، ثم استغفر ودعا فنجاه الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام في مجلس، قال: من لأعلمنك لسعد بن أبي وقاص دعوة إذا دعوت بها استجاب الله لك. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه وأراد أن يدخل بعض حجر أزواجه، تبعه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فلما كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، بادره بضرب رجله على الأرض، فقال: أبا إسحاق؟ قال: نعم. فقال: قلت أنك ستعلمني دعوة إذا دعوت بها استجيب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. والأمثلة كثيرة من دعاء الأنبياء ومن دعاء الصالحين، فيدعو الإنسان ويتقرب ويتوسل بذكر اسم من أسماء الله، ويسأل الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الاسم أن يعطيه الله سؤله. النوع الثاني وهو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، أن يعمل المسلم عملا صالحا لله تبارك وتعالى ثم يدعو الله به، فيقول: اللهم بأدائي للصلوات اللهم اشف مريضي، أو اللهم فك أسري، أو اللهم أكثر مالي، أو اللهم اغفر لفلان، وهكذا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. وجاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ثلاثة نفر في من كان قبلكم في سفر، فلما نزل الليل أو جاء الليل أواهم المبيت إلى غار، فدخلوا الغار ثم تدحرجت صخرة من أعلى الجبل حتى نزلت على باب الغار فسدته، فقال بعضهم لبعض: إنه لا يخرجكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله سبحانه وتعالى بخالص أعمالكم. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أرعى لهما على غنم، وكنت لا أسقي قبلهما ولدا ولا أحدا، وإنه نأى بي اليوم، نأى بي يوما الطلب، طلب المرعى. قال: فرجعت فوجدتهما قد ناما. قال: فحلبت لهما في غبوقهما، أي في القدح. قال: ثم أخذت القدح وأنا أنتظر استيقاظهما والصبية عند قدمي يتضاغون، أولاد بيبكوا عند رجليه وهو يحمل اللبن وهو يريد أن يشرب أبواه قبل كل أحد. قال: حتى طلع الفجر، إلى طلوع الفجر فسقاهما ثم سقى بعدهما الأولاد.
فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة شيئا قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وهذه رسالة رسالة ينبغي أن تعلم في بر الوالدين، ولو أنه أيقظ والداه لما كان عاقا، ولكن هذا من كمال بره رحمه الله. الثاني قال اللهم إنه كان لي ابنة عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، قال وإني طلبتها على نفسها فأبت حتى نزلت بها سنة شديدة. قال فجاءتني تطلبني شيئا من المال فقلت لا أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك، فتمنعت فاضطرتها الحاجة حتى جاءته فقال فأعطاها المال. قال فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وتركت لها المال. هذا تقرب إلى الله بالعفة، وهذه رسالة إلى شباب المسلمين. لما يخلو الواحد بالإنترنت وبالمواقع الفاضحة وفي نصف الليل وقد تيسرت سبل الغواية وطرق الشهوات، لما أن يخلو منه الرقيب، ولا يكون عليه رقيب إلا ربه تبارك وتعالى، هل يكون كهذا الرجل فيتعفف عن هذه المحارم؟ قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت شيئا قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث اللهم إنه اللهم إني قد كنت استأجرت أجراء فلما قضوا أعطيت كل واحد حقه إلا واحدا ترك حقه ثم ذهب، فنميت له ماله حتى صار واديا من النعم. أجر ناس على شيء فذهب فأعطى كل واحد حقه، في واحد خلى حقه مشى، فنمى له هذا المال حتى صار واديا عظيما من الإبل أو الغنم أو غيرها من المال. فجاء صاحب الحق فقال يا فلان أعطني حقي، قال أترى هذا الوادي؟ قال نعم، قال هذا حقك. قال أوتستهزئ بي؟ قال والله لا أستهزئ بك. قال فأخذه ولم يترك منه شيئا، ما خلى له ولا حاجة، ولا قال الزول ده ما قصر معي أخلي له، ما ترك شيئا. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عن الشبيه والمثيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم تكون فيه السماء كالكثيب المهيل. وبعد، فهذا الحديث يدل على النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فتوسلوا إلى الله بالإيمان وبأدائهم للأعمال الصالحة أن يكتبهم الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين. ثالثاً، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وكل الله بها ملكاً يقول آمين ولك بمثل. فأن يقول إنسان لإنسان يقول له ادعو الله لي، هذا من المشروع. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع التوسل المشروعة.
وأما التوسل البدعي المحرم فهو أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجاه فلان، فتقول اللهم بجاه فلان افعل لي كذا وكذا، ده حرام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتألى عليه أحد ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وهذا من كماله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذا من الأنواع المحرمة البدعية التي لا يتقبلها الله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثالث أو القسم الثالث وهو القسم الشركي الذي انتشر كثيرا في الأمة وللأسف الشديد، وهذا يجوزه أناس تخصصوا في إضلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك تذهب إلى ميت أو تدعو غائب إنسان ما فيش، تقول له يا فلان أدركني أو ألحقني أو أفزعني، أو يمشي يقول له المرأة ما حملت، أو غيرها من الأمور التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فبدلا أن يقرب بين يدي دعائه عملا صالحا أو اسما من أسماء الله أو صفاته أو أن يدعو له أخوه المسلم، يقرب بينه وبين الله العباد ولو كان صالح. وهذا هو الشرك الذي وقع واستحل به رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء المشركين. قال الله في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهذا دعاء لغير الله. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين لا يسمعه ولا يملك أن يعطيه سؤله. كما قال الله سبحانه وتعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. قال ابن كثير لئن آتيتنا صالحا أي ولدا سالما من المعائب غير ناقص في الخلقة لنكونن من الشاكرين. قال الله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ هذا العبد الذي ذهب إليه والذي عظم وصنعت له الأضرحة والقباط من دون الله سبحانه وتعالى، هل هذا الإنسان خلق أم هو مخلوق؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وتسمع للأسف الشديد القصائد بالليل والنهار دعاء غير الله، يا فلان دايرين كذا ويا علان دايرين كذا ويا لحاق بعيد ويا فلان، وده يا أخواننا بيمرق الإنسان برا الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكيف يترك الإنسان الخالق الكامل العظيم الذي بيده الخزائن الذي خزائنه ملأ؟ ربنا بدي ربنا أدى إبليس، ناس يقول لك يا أخي نحن وسخانين، الحفلة الفي ما خليناه، البنج الفي ما خليناه، المحرمات الفي ما خلينا، ربنا ما بيقبلنا. من قال لك ذلك؟ ربنا قال لما سأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقريب ربنا فنناجيه
أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربنا سبحانه وتعالى إذا أنعم عليك ما بتديه بياض، ولا بتركب له عربية، ولا بتجي تشيل لك طارات وغيره وتمشي تمدحه، وإنما تثني على الله وتشكره وتقر له بالنعم، ويعطيك من غير حساب. يهب، أعطى الأنبياء، أعطى نوحا النصر، وأعطى أيوبا الشفاء، وأخرج ذا النون من بطن الحوت ومن الليل ومن البحر، وأعطى زكريا الولد، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. فكلنا عباد الله، لا يضيعنا الله، لا يكون الإنسان سيء الظن بربه تبارك وتعالى. فاعلم أنك متى ما تقربت إلى الله وسألت الله فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك، وأن الله يحب هذا السؤال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد اللحوح. لو أي إنسان من أهل الدنيا مشيت سألته وألحيت عليه مرتين أو ثلاث فإنه يكرهك ويهاجرك ويخاصمك، وأما رب العزة والجلال فيسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات وتعدد الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يفرج همومنا، وأن ينفس كروبنا، وأن يقضي ديوننا، وأن ييسر علينا أمورنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.